محاضرة مات اليوم طلاب راح نستكمل الإيجاد الروتس للكومبلكس نمبر. شوفون أمامكم طلاب هذا الملف مات المحاضرة العاشرة. طبعا وصلنا إلى السؤال الخامس. السؤال الخامس يقول أوجد الروتس المن. نرجع للميت نشوف أكو واحد يريد يدخل. إيه مصطفى عدنان. أوكي. فلاحظوا طلاب السؤال الخامس يقول أوجد الروتس المن لل يعني الجذر الرابع المن للواحد. طبعا انتم تعرفون طلاب من البديهيات والمتعارف عليه انه الجذر الرابع للواحد هو شيء يساوينه اما واحد او ناقص واحد. ليش؟ لان اذا اضرب الواحد في نفسه اربع مرات راح يعطيني الواحد. ايضا الناقص واحد اذا اضربه في نفسه اربع مرات يعني اقول ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد راح يعطيني الناتج مالتهم واحد. هذا المتعارف عليه، يعني هذا اللي احنا نعرفه انه الروتس للكومبلكس نمبر عفوا للاعداد الحقيقيه العفو. هسه الان راح الان نجي نشوف المعامله اللي يتم من خلال الكومبلكس نمبر. راح نشوف انه الروتس مالت الجذر الرابع للواحد للواحد راح يكون مساوي للواحد والناقص واحد والاي والناقص اي، يعني اربع روتس موجوده. بالشكل الاتي اجي اشوف الواحد، الواحد بما انه بالربع الاول طلاب اطلع الاول شيء الموديولس. المودولس انا اعرف وش يساوي تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع. هنا الواحد الموجود طبعا واحد اس واحد على اربعه، فبالتالي ما عندي ايماجيناري فقط الريال، يعني اكس زائد اي واي استنتج انه الواي هو زيرو والاكس راح يكون واحد لانه الواحد عدد صحيح عدد حقيقي، فيعني ما بي ايماجيناري بارت، وبالتالي راح يكون الاكس يساوي الزيرو الواي يساوي زيرو. فلما اجي اطلع استخرج المودولس اللي راح يكون مساوي الى خليني اكبر الملف اللي راح يكون مساوي الى تحت جذر اكس تربيع زائد واي تربيع الاكس هو 1 1 تربيع زائد 0 تربيع يساوينا 1. هذا الموديولس بما انه الاكس موجبه الواحد، يعني الواحد بما معناه اكس يساوي 1 واي يساوي 0. اذا انا بربع الاول بربع الاول اتوقع انه تكون الزاويه بين الصفر وال90. لما اجي اطبق القانون مالت ايجاد الزاويه مالت البرنسبل راح تكون هي نفسها الزاويه مالت الريفرنس لانه بربع الاول، وبالتالي انا اعرف القانون مالت الريفرنس شو يساوينه تان انفرس الواي على اكس. الواي على اكس الواي راح تكون صفر على واحد هو صفر، فتان انفرس الصفر يا صفر التان مالت الصفر هو زيرو، لان يعني الصفر دي يساوينه التان مالت الصفر هو ساين على كوساين. طبعا بما انه ثيتا صفر الساين مالت الصفر هو صفر، فصفر على واحد يساوينه زيرو. اذا الزاويه راح تكون هي الزيرو، يعني زيرو التان مالته هو صفر. إذا طلاب أوجدنا الموديولس واحد وأوجدنا الزاوية صفر. لما أجي أطبق القانون مالت الإيجاد مالت الروتس اللي هذا طبعا هذا القانون تحفظونه الطلاب بالمناسبة، هذا القانون يحفظ. فايش راح يكون عندي؟ خلينا نحرك الملف على جهة ال على جهة اليمين. المهم فهذا القانون قلنا لكم يحفظ بالمحاضرة السابقة اللي هو زت أس واحد على إن. فاني الان يعتمد على الروت المطلوب بالسؤال، اذا تربيعي جذر التربيعي راح يكون الان هو 2 بالقانون. اذا قال لك جذر التكعيبي يعني 3، اذا الجذر الرابع يعني معناته الان راح يساوينا 4، وهكذا حسب الجذر المطلوب بالسؤال. المهم الان هنا هذا راح تعوضه الان 2 3 4 حسب الجذر المطلوب بالسؤال. قلنا فقط جزئيه مهمه انه الام. الام القيمه مالته قلنا هي تكون محصوره بين الام تكون محصوره من الصفر الى ان ماينس واحد. طبعا هذا ايضا يستمر الى ان ماينس 1 الى ان ماينس 1 حسب الان المعطاة بالسؤال. انا لاحظوا طلاب لان هذا الناس شلون اكتب الناس كيف ناسي انه اكتب لكم من 3 الى ان ماينس 1. عموما مو مشكله، هسه الان راح اعطيكم الملف المحدث مالته. لما اجي اطبق هذا القانون طلاب هسه اني الزت المعطاه بالسؤال هي واحد كانت. الان هو الجذر الرابع، يعني الان يساوينا 4، ان يساوي 4، وبالتالي بالمعادله كل ان موجوده اعوضها 4، هنا 4، هنا ايضا اعوض 4. الثيتا الان اوجدناها هي الصفر، هذا الثيتا من هنا الان صفر، فراح يكون عندي بما معناه الامور انحلت. الار هي الان واحد اوجدتها من تحت جذر x تربيع زائد y تربيع، اعوض بهاي المعادله راح احصل على هذا القانون. تلاحظون z اس 1 على 4 اللي هو الواحد، 1 اس 1 على 4، المفروض هنا اكتب 1، يعني هنا المفروض نكتب 1 اس 1 على 4، شو يساوينا؟ الـ r استخرجناه 1، 1 على 4 كوساين، الثيتا صفر،
2 باي ام الام قلنا من الصفر الى ان ماينس 1، بما انه ان الان انطاني اياها بالسؤال 4 الجذر الرابع راح تكون قيمه الام هو 0 1 2 3 4 قيم فقط. لما نجي نعوض بالمعادله اللي فوق طلاب اللي هي هاي المعادله، اعوض بدال كل ام، اعوض بدال كل ام 0 هاي المعادله حتى اطلع الروت الاول الجذر الاول. لما اجي اعوض ام يساوي 0 راح يعطيني هذا الناتج. لاحظوا يعني من قاعد هذا الثيتا هو 0 2 باي مضروب في ام، ام هو 0 فراح يصير 0 على 4 يعني هو 0، كوساين الصفر هو 1 فراح يعطيني الناتج هو نفسه 1 لانه هنا هذا البارت راح يصفر، يعني ساين الصفر هو 0 0 في اي 0 وبالتالي هذا الحد راح يروح فيعطيني 1. فاول روت هو 1 هذا المتعارف عليه. لما واحد يقول لك الجذر الرابع للواحد تقول له 1 اوكي. هسه نجي لما نجي ناخذ الام يساوينا 1، ام 0 هسه الان اخذنا الام يساوي 0، الان نجي ناخذ الام 1 نفس العمليه، هم راح اعوض بدال الـ يعني الثيتا اعوض عنها 0 وبدال الام اعوض 1، 1 في 2 باي يصير 2 باي، 2 باي زائد 0 يصير 2 باي على 4. 2 باي على 4 معروف هو عباره عن ايش قد؟ عباره عن باي على 2، باي على 2 يعني 90 فراح يصير 2 باي على 4 يعني كوساين باي على 2 اللي هو هذا. ايضا ساين 2 باي على 4 يعني باي على 2 يعني 90، 90 انا اعرف الكوساين مالته 0 بينما الساين مالته هو 1 وبالتالي راح يكون عندي 1 في اي اي هذا الروت الثاني. الروت الثاني عندما ام يساوينا 1. هسه الاي اذا تضربه في نفسه 4 مرات اي الاي تضربه في اي تضربه في اي تضربه في اي هذا هنا يعطيك ناقص 1 وهذا ايضا ناقص 1 ناقص 1 في ناقص 1 يعطيك الناتج 1 هذا الروت الثاني. الروت الثالث طلاب ايش راح اسوي؟ راح اكتب الام يساوينا 2. الام يساوي 2 نفس العمليه. هم راح يكون عندي عندما ام يساوي 2 عندما ام يساوينا 2 عندي ثيتا زائدا 2 باي ام. الام الان 2 باي هذا 2 باي مضروب في ام، الام الان راح اخذها 2 ف 2 في 2 4، 4 باي على 4 ينطيني الباي فقط وبالتالي راح يكون كوساين الباي زائد اي ساين الباي. نعرف الكوساين مالت الباي هو ناقص 1 والساين مالت الباي هو 0 يعني 180 درجه، 180 درجه الكوساين مالته ناقص 1 والساين مالته 0 وبالتالي ناقص طلع لي الناتج طلع لي الروت الثالث. لاحظوا طلاب ايش دا اسوي هنا؟ كل مره دا اغير هنا ام عندما كان الروت عندما كان الام 2 انطيته الجذر الثالث، ليش؟ لانه اخذنا 0 1 و2 فهذا الروت الاول، هذا الروت الثاني، هذا الروت الثالث، فاكتب الزت سب 3 سب سب 3 زت يعني كتبت سب 3 يعني الروت الثالث اني اخر يعني قبل الاخير فطلع لي ايش قد الناتج؟ طلع لي ناقص 1 فعلا ناقص 1 لما اضربها في نفسه 4 مرات ينطيني الواحد. اخر روت عندما يكون عندي الام يساوينا 3 بالشكل الاتي. لاحظوا عندما ام يساوينا 3 عندما ام يساوي 3 اللي هو الروت الرابع زد سب 4 وتقدر تكتب 1 وس 4 الروت الرابع تقدر هم يجي تكتبه ماكو مشكله يعني حسب الرغبه. المهم زد الجذر الرابع مالت الواحد الجذر الرابع شو يساوينا؟ هاي نمسحها يساوينا الصفر زائدا 2 باي ام، الام الان 3 3 في 2 6 زائد الصفر يعني 6 باي تقسيم 4 راح يصير 3 على 2 مضروب في باي، 3 على 2 باي نعرفه 270 يعني اذا 3 تضربه في 180 وتقسمه على 2 يعطيك 270 درجة، 270 الكوساين مالته هو عكس ال 90 فالكوساين مالته صفر بينما الساين مالته هو ناقص 1، ناقص 1 في اي يعطيني ناقص اي، إذا هذا الروت الرابع الأخير. الروت الرابع الأخير ناقص اي إذا أضربه في نفسه 4 مرات يعني ناقص اي، أضربه في ناقصا اي، أضربه في ناقصا اي، في ناقصا اي الناتج راح يعطيني ناقص اي، في ناقص اي يعطيني هذا ناقص 1. وهذا ناقص اي في ناقص اي هم يعطيني ناقص 1، ناقص 1 في ناقص 1 راح يعطيني 1 اللي هو الروت نفسه الكومبلكس نمبر المعطى بالسؤال، لان نعرف الواحد هم يعتبر كومبلكس لكن الايماجينري بارت مالته هو 0، الريال مالته هو 1. لاحظوا طلاب اذا نجي نرسم الروتس الموجوده راح يكون هذا شكله. لاحظوا عندما اخذت الام يساوينا 0 عندما ام يساوي 0 طلع لي الروت 1 سميناه Z سب 1، عندما اخذت الام يساوينا 1 طلع الروت الاي هنا طلع 1، لما اخذت الام يساوينا 2 طلع الروت ناقص 1، ناقص 1 يعني ما بي واي، الواي مالته 0 لانه احنا هنا لما نقول Z يساوينا يعني X زائد اي واي
فحسب ال حسب ال إذا أكو x إذا أكو y إذا ماكو y معناته y صفر، إذا أكو x إلى قيمة، إذا ماكو x x يساوي صفر. آخر روت الام يساوينا 3 طلع لي الروت يساوينا ناقص 1. تشوفون هذا الشكل المربع أمامكم، يعني بما معناه لما أجي أخذ الام يساوينا قلنا لكم الام راح تكون صفر 1 2 3 الأربعة نهملة، لكن إذا أخذنا الرابع طالب يجب يأخذ الرابع راح يرجع، يعني هذا الروت الأول الروت الثاني الروت الثالث، لاحظوا الأول الثاني الثالث الرابع، لما أجي أخذ الام يساوينا 4 يرجع بالبداية كما كان، يعني ينعاد عندك، يعني لما تقول z الخامس راح ينطيك 1 وبالتالي راح يتكرر عندك الروتس وهذا ما مقبول، وبالتالي قيمة الام تكون قيمة الام هي ممتدة من الزيرو، خلوها ببالكم قيم الام هي من الصفر إلى n ماينس 1. الان هو الجذر المطلوب بالسؤال، جذر تربيعي 2 إذا تكعيبي n 3 إذا جذر رابع n 4 وهكذا. فيما يخص هذا الجذر مالته اللي فد تشوفون انه الجذر الرابع للواحد بيكون عندي اربع جذور موجوده، الواحد ناقص واحد الاي والناقص اي وهكذا. الان اذا نجي ناخذ هم مسائل ايضا تطبيق مباشر للقانون الرئيسي مالت الايجاد الروتس مال كومبلكس نمبر، طبعا هنا انا ما اخذ الام يساوي 4، لما ما اخذ الام يساوي 4 تلاحظون ام يساوي 4 0 زائد 2 باي مضروب في ام، ام 4 4 في 2 8 8 تقسيم 4 يعطيني 2 باي، 2 باي يعني 360 درجه، يعني الباي هو 180 درجه، 180 في 2 360 360 كوساين مالته 1 ساين مالته 0، وبالتالي تشوفون انعاد الروت. اذا هذا يهمل هذا الحل لان صار اكو تكرار، صار عندي تكرار بالروتس الموجوده، فاكتفيت من الام من الصفر الى 3 هملت الرابع. الان طلاب لاحظوا اذا نجي ناخذ شويه نعقد المساله، إذا نجي ناخذ كومبلكس نمبر هو مو كله ايماجينري أو كله ريال، مزيج ما بين الايماجينري والريال، أقصد هذا السؤال. لاحظوا أريد أوجد الجذر التربيعي مالت الواحد ناقصا جذر 3 اي، يعني بما معناه هذا الزت يساوينا الزت يساوينا الواحد ناقص جذر 3 اي الكل أس شقد أس نص. لاحظوا هذا الكومبلكس نمبر واحد ناقص جذر 3 اي، الإكس الآن موجبة بينما الواي سالبة، هذا يا ربع طلاب. من يقول لي هذا يا ربع؟ هذا يا ربع عندما يكون عندي الاكس موجب ويكون عندي الواي سالب. اكس موجب والواي سالب. دكتور الربع الثالث؟ لا ربع الرابع. الربع الرابع لانه انا عندي الاكس بالربع الرابع، الاكس دائما موجبه، الواي دائما يكون سالب بالاسفل، فهذا الربع الرابع. فبالربع الرابع ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الاتي. لاحظوا لاحظوا هو انا هم رد اقول لك الثالث بس هم زين ما يعني واحد يخطئ عادي. هنا عندنا نجي واحد ناقص جذر 3 اي الان هو بربع الرابع، بربع الرابع انا اعرف انه شنو العلاقه بين الزاويه مالت البرنسبل والريفرنس، قلنا هاي تحفظ ثيتا يساوينا 2 باي ناقص ثيتا برايم، قلنا بربع الاول ثيتا يساوينا ثيتا برايم، بربع الثاني الثيتا يساوينا ال 180 ناقصا 180 او الباي ناقصا ثيتا برايم، بربع الثالث قلنا الثيتا يساوينا الباي زائدا ثيتا برايم، بربع الرابع 2 باي ناقصا ثيتا برايم. الثيتا برايم هذا قانونه اللي هو تان انفيرس الواي على اكس، الواي هو ناقص جذر 3 بدون الكومبلكس نمبر، دير بالكم الاي لا تاخذ بس اخذوا ويا الماينس، اذا تبدون تهملون الماينس هم عادي انتم احرار، لان ترى هنا لا تنسون اكو مطلق، هذا المطلق راح يلغي الاشاره السالبه. المهم جذر 3 على 1 التان مالت جذر 3 يا زاويه التان مالت جذر 3 اللي هو الزاويه 60. زاوية 60 إذا نجي ناخذ له التان راح يكون عندي جذر 3. لاحظوا لأنه الساين هو نصف، الساين مالت عفوا الساين مالت ال 60 هو جذر 3 على 2 والكوساين مالته نصف، فلما نقسم الساين على الكوساين يعني لما نقسم جذر 3 على 2 تقسيم نصف يعطيني جذر 3، وبالتالي 2 باي ناقصا الباي 60 درجه لانه تان انفرس الجذر 3 هو من الجداول هو 60، وبالتالي ال 200 ال 360 ناقصا 60 يعطيني 300، 360 ناقص 60 يعطيني 300، هذا بربع الرابع لانه الاكس موجبه والواي سالبه. اجي اوجد الموديلس، طبعا انا هذا القانون مال روت هذا يحفظ، الام هو عدد الدورات كم دوره عندي،
الام حسب الروتس المطلوبه بالسؤال، بالسؤال مطلوب الجذر التربيعي، وبالتالي الان راح يكون مساوي الى 2. اجي هنا نلاحظوا المودولس، احنا حاسبين يمكن قبله بالهذا، المودولس هو شيء يساوينه تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، الاكس هو 1 الواي هو ناقص جذر 3، اربعهن جذر 3 تربيع هو 3 زائد 1 يعني 4، 4 الجذر مالته 2. اذا اوجدنا الزاويه 300 درجه والار اوجدناه 2، جاهز الان بالتعويض بالمعادله. لكن بما انه انا المطلوب ايجاد الجذر التربيعي، يعني بما معناه الان يساوينا 2، اذا قيمه الام تكون 0 1 فقط، فقط هذا لا الى ان ماينس 1. الان هو 2، 2 ناقص 1 هو 1، وبالتالي اكتفيت بس بالصفر والواحد، هاي قيمه الام. اذا الروتين راح يكون موجودات، الروتين بالشكل الاتي، طبعا هسه الار اوجدناها 2، ف2 اس 1 على 2، الكوساين الثيتا الان اوجدناها 300 درجه، الان اوجدناها الان الان بالسؤال هو 2 مطلوب هذا، وبالتالي اعوض بالساين والكوساين والساين راح احصل على الاتي، عندما ام يساوينا 0 طبعا هنا بس عوضت بدل الار اس 1 على ان، الار هو 2 اس 1 على 2، الان هنا عوضت 2، هنا أنا ايضا عوضت 2، عندما اعوض الام يساوي 0 راح يكون عندي جذر 2، 2 2 اس نص يعني جذر 2 معناته 2 اس نص يعني جذر 2، كوساين 5 باي على 6 اللي هو 300، العفو العفو هنا 2 باي مضروب في ام، الام 0 فالصفر ال 360 زائدا ال 2 باي ام، الام الان راح اخذها صفر، فهنا هذا الحد كله راح يتصفر. الثيتا الان اوجدناها هو 300 درجه، وبالتالي راح يكون عندي بالشكل الاتي. طبعا 300 تقسيم 2 راح يكون 150، لانه يعني انا عندي هنا هذه الزاويه اوجدناها 300 درجه. ف 300 درجه تقسيم 2 150، ال 150 هو صار يا ربع الربع الثاني. الربع الثاني أنا أعرف أنه الثيتا هو شي يساوينه 180 درجة ناقصا الثيتا برايم، إذا الثيتا برايم شي يساوينه؟ راح يساوينه ال 180 ناقصا الثيتا، يعني 180 ناقصا 150، 180 ناقص 150 30. أنا أعرف بربع الثاني دائما الساين موجب والكوساين سالب، لذلك خليت الكوساين سالب والساين موجب. كتبت ال 150 درجة اللي هو زاوية برنسبل، كتبته بدلالة الزاوية مالت الريفرنس. لأنه الساين مالت الثيتا والكوساين مالت الثيتا بربع الثاني يساوي لك ساين ثيتا برايم ناقص كوساين ثيتا برايم، هذا قانون يحفظ. فبالتالي الساين مالت ال 150 هو راح يكون مساوي الى ساين ال 30، والكوساين مالت ال 150 راح يكون ناقص كوساين ال 30 درجه، لانهم بربع الثاني اللي دي يكون عندي الكوساين سالب والساين راح يكون موجب، وبالتالي راح يكون عندي انا اعرف الساين مالت ال 30 نص، والكوساين مال 30 ناقص جذر 3 على 2 ينطيني هذا الروت، جذر 2 يدخل على الحد الاول والحد الثاني، فراح احصل على المعادله اللي باللون الاصفر اللي هي معادله رقم 86. طبعا انا بعد ما مدخل ما دخلت الجذر 2، يعني اعتبرت هو هذا الجذر هو هذا حد نهائي، انت بالامتحان تقدر تدخل الجذر على الحدين وتقدر تبقيه على الحطه مالته، وهذا يعتبر هو الجذر الاول. الجذر الثاني عندما ام يساوي لنا 1 راح يكون عندي 300 اللي هو 5 باي على 3 زائدا 2 باي اللي هو 360 درجه، وقسم الناتج على 2 فراح يكون عندي 11 باي على 6. 11 باي على 6 طبعا هو راح يكون بربع الرابع، ليش؟ لان راح يكون 11 في 180 تقسيم 6 راح يعطيني 330 درجه، 330 يعني بربع الرابع. طبعا بربع الرابع دائما الساين يكون سالب والكوساين يكون موجب، يعني شنو اقصد؟ اقصد انه ال 360 درجه، هاي بس نمسحها شوي الملف جمد، اقصد انه ال الى ان الملف يروح التجميد مالته، اقصد انه 11 باي على 6 اللي هو 300، اقدر اقول ساين 300 راح يكون مساوي الى ناقصا الساين مالت 30، والكوساين مالت 300 راح يكون مساوي الى الكوساين مالت 30. ليش؟ لانه بما انه 330 درجه هاي زاويه برنسبل، إذا الريفرنس مالته ايش قد راح يكون 360 ناقص 330 يعطيني 30 درجة فقط. طبعا الملف انضرب، فنجي نفتح الملف من جديد وجديد. قبل ما نفتح الملف من جديد وجديد فقط مجرد انه نقول ستوب شيرنج، او هو اخذ الستوب شيرنج، افتح الملف من جديد. يعني اتصور العملية هي واضحة الآن، فقط يعني الواحد لازم يعرف انه الكومبلكس المعطى بالسؤال هو يكون بيا ربع، ربع الأول الثاني الثالث الرابع، وهذا يعرف من خلال
لازم تعرف ال x وال y مالتك إشاراتهن. x إذا اعطينا إذا x موجبة وال y موجبة ربع الأول، إذا ال x سالب وال y موجب ربع الثاني، إذا ال x سالب وال y سالب أنا بالربع الثالث. طبعا أنا إذا أحكي أعرف إنه الملف ما مسوي له شير لأنه الآن في طور الانفتاح. طبعا إذا كان عندي ال x موجبة وال y سالبة لا راح يكون عندي الربع الرابع كلوز أوكي، راح يكون عندي بلا شير. بس نشوف القلم يكتب أو لا لأنه هذا جدا مهم. يكتب أي مشكلة زين جيد. الآن طلاب إحنا وصلنا إلى شوي نكبر الملف أيضا وننتقل إلى ننتقل إلى السؤال اللي كنا بطرح حله اللي هو 330. قلنا 330 بما أنه الزاوية 330 هي بربع الرابع، ليش؟ لأنه بربع الرابع الزاوية تكون محصورة بين 270 وال 360. بين 270 360 فعلا 330 هو ضمن بين ال 270 وال 360، وبالتالي ربع الرابع. ربع الرابع شنو علاقة الكوساين مالت الزاوية مالت البرنسبل أو الساين مالت البرنسبل مع الساين عفوا مع الكوساين مالت الريفرنس والساين مالت الريفرنس؟ طبعا احنا نعرف الزاوية الثيتا هي 330، 360 ناقص 330 يعطيني 30، وهذا راح يكون 330، هذا راح يكون عندي 30 درجة. لكن يبقى أعرف الزاوية الإشارة، دائما بالربع الرابع دائما الكوساين يكون موجب الساين يكون سالب، وبالتالي راح يكون عندي الساين مالت 330 يساوي ناقص ساين 30. عموما ايش راح يصير عندي هنا؟ بما معناه هاي المعادلة اللي تشوفوها أمامكم، هاي المعادلة الآن الكوساين مالت 330 راح يصير موجب الكوساين مالت 30، بينما الساين 330 راح يكون ناقص ساين 30. ال 30 اعرف الساين مالته هو نص، والكوساين مالته جذر 3 على 2 يعطيني هذا الروت الثاني. فقط ها ينتهي السؤال اللي هو يعبر عنه بهذا الشكل اللي تشوفونه امامكم. طبعا الروت الاول، الروت الاول ده يكون عندي الاكس سالب الواي موجب، الاكس سالب الواي موجب، الاكس سالب واي موجب يعني الربع الثاني، اكس دائما سالب والواي دائما موجب هذا الربع الثاني. بينما الروت الثاني اللي طلع لي عندما ام يساوينا واحد، عندما ام يساوي واحد طلع لي الاكس موجبه بينما الواي طلع سالب، اذا اني بالربع الرابع. طبعا هذا راح يتكرر، يعني اذا انت هسه هنا الام يساوينا زيرو، هذا ام يساوي واحد، اذا اخذت الام يساوي اثنين راح يتكرر، يعني انت منها جاي تفتر بهاي الطريقه عكس اقارب الساعه، جاي تفتر بهذا الشكل توصل هنا. اذا اخذت الام يساوي اثنين ترجع لنفس الروت، فعمليه تكراريه هائلة. احنا بالجذور تكرار غير مطلوب، التكرار يعني غير مرغوب به، فقط تنطي الجذور الديستنكت المتميزة اللي فقط تكون محصورة بين الصفر إلى n ماينس واحد وهكذا. طبعا هذا أيضا عندنا سؤال هومورك اللي هو حل هذا السؤال، أوجد الجذور مالت الزد. طبعا هذا السؤال حتى تحلوه طلاب لازم نقول زد زائدا واحد يساوي زد على زد ماينس واحد، الكل أس ثلاثة، تحول هذا الطرف الأيمن للطرف الأيسر ويساوي واحد. تجي تشوف الواحد جاي من شنو، بما أنه الواحد بربع الأول وتضيف له خاصية دورية، فتقدر أحسن وبعدين تأخذ الجذر التكعيب للطرفين بعدين تطلع الزد شي يساوي، فيعني عملية جدا سهلة، راح يصير بجذر واحد على ثلاثة. الواحد على ثلاثة لا فو هذا شوي جمد الملف، يعني هواي الملف هواي، يعني القلم عندما أكتب به يعني يضارب ويا يعني بس لما ينزل على المعادله اي معادله من المعادلات يبدا الملف اوتوماتيكيا يكون بحاله. عموما خلينا استرسل الى ان الملف من جديد ينفتح ومصيبته. فراح يكون يعني اقصد انه الجذر التكعيبي الزت اس واحد على ثلاثه ايش راح يساوينا؟ راح تكون القيمه المحتمله هي الام يساوي من الصفر الى اثنين، ليش؟ لانه الام يساوي الان يساوي ثلاثه الجذر التكعيبي. نسوي ايضا شير للملف
راح يكون عندي بهذا الشكل اذا تشوفونه امامكم. نسوي شير اخر كبر الملف. ننزل الى الحل مال السؤال. طبعا هذا راح نخليه على الجهه الفوقانيه حتى ما يدوخنا. راح يكون عندي راح يكون عندي هذا بس مجرد قلنا تحولون الزت ماينس 3. خلينا نكتب بالقلم. وين القلم؟ نغلق هذا نروح على البين ثم نروح على اللون الأحمر. فقلنا هذا السؤال فقط تحولون زت ماينس 3 تكعيب للطرف الأيسر وتوحدون الأسس مالتهن زت، بما أنه الأسس نفس الشيء هنا 3 2 فيصير زت زائد 1 على زت ماينس 1 الكل أسس 3 يساوي لك 1. الواحد أنت تعرف وش صاير بيا ربع، ربع الأول طلع الآر مالته وطلع الثيتا وتضيف له خاصية دورية، بعدين وراء تاخذ الجذر التكعيبي للطرفين حتى وتضرب الطرفين في وسطين تطلع الزت شي يساوي، وتحل السؤال بناء على الروت، قانون الروت اللي هو هذا المعروف اللي كتبنا لكم اياه. الان اللوغاريتم الطبيعي للكومبلكس نمبر، طبعا اخذنا الموضوع السابق اللي هو جذر مات الكومبلكس نمبر، الجذر التربيعي التكعيبي الى اخره. الان نجي ناخذ اللين. اللين تعرفون هو الاساس مالت الاثنين، طبعا لما تجي تاخذ اللوج طبعا ينكتب لوج الاساس 10، احيانا اكو لوج الاساس اي، الاي اللي هو الطبيعي يسموه الناتشرال اللي هو موضوعنا. طبعا بما معناه يعني وكانه تقول واي يساوي لك 10 مثلا اس اكس، او واي يساوي لك اي اس اكس، هذا هذا يعني اللوغاريتم العادي اللي 20 نتعامل به، وهذا اللوغاريتم الطبيعي. لكن اللوغاريتم الطبيعي شنو فرقه طلاب؟ الاي قيمته مو 10، هذا الاي الاي قيمته 2.718 وسمثنج، كم بيها ارقام اخرى اضافيه، بينما هذا الاساس هنا 10، هنا الاساس لا 2.17. فهذا الفرق بين اللوغاريتم الطبيعي اللي هو الاي واللوغاريتم العشري. هنا لاحظوا ويا احنا باللوغاريتم الناتشرال الطبيعي شو يكون عندي؟ انا عندي اعرف الزت بالكارتيزن يكتب بهاي الصيغه، بالبولر كوردينيت يكتب بهاي الصيغه، اخر صيغه هي اويلر اللي هي هاي صيغه اويلر لكتابه الكومبلكس نمبر، اللي هي ايضا بالكوانتم ميكانكس اكو صيغه مشابهه لها اللي هو الاي اكسبونينشال اي ثيتا، والثيتا تعرفون الزاويه هو عباره عن اوميجا تي الكي دوت الار ناقصا الاوميجا تي بكيفكم، يعني تكتبون عدد الموجي او السرعه الزاويه. المهم هذا فيزياء ما ندخل لها، بس لا نضرب الملف من جديد. مصيبه سوداء والله. لا همشين خلينا نتجنب الكتابه هواي. هنا نضيف الخاصيه الدوريه، يعني بما انه الثيتا هي مو يونيك، مو قيمه فريده، لها قيم متعدده 2 باي ان، فتكتب بهاي الصيغه. لما اجي اخذ اللين للمعادله الفوق، الطلاب تحفظون هاي العلاقتين، علاقات مهمه جدا. علاقه مالت اللين لما اجي اخذ، طبعا انتم بالمناسبه قلنا لكم اللوج للاساس اي هو نفسه اللين، نفس الشيء. يعني انت اذا شفت بالكتب يكتبوا لك لين معناته الاساس اي، احيانا تشوف يكتبوا لك لوج بس للاي للاساس اي، ان نفس التعابير هنا ماكو اي مشكله. بالامتحان اذا تكتب لي لوج للاي او لين نفس التعبير. المهم اكو علاقات اللي هو اللين مالت الاكس في واي، شي يساوينا لين الاكس زائد لين الواي، هاي علاقه رياضيه كلش مهمه. لما تاخذ لين فاريبلين ينضربن، اللين مالتهن راح يصير لين الاول زائد لين الثاني. ايضا اللين لاي اكسبونينشال مرفوع لاس معين يساوي لنا اكس، هاي العلاقه الثانيه اللي هي جدا مهمه. اكو علاقه ثالثه مال قسمه، ايضا اذا تقول لين الاكس على واي هو شي يساوي لنا لين الاكس ناقصا لين الواي. انا هاي ثلاث علاقات. او علاقه رابعه ايضا اذا اقول لين الاي اس اكس شي يساوي لك الاكس راح ينزل قبل اللين، وراح يصير عندك اكس لين الاي. اللين مالت الاي دائما هو واحد، دائما لين الاي هو واحد. شلون لوج الاساس 10 لل 10 هو يساوي لك واحد، هنا لين الاي دائما واحد. طبعا هاي اربع علاقات جدا مهمه باللوغاريتمات، ما يتجاوزن هن هذين العلاقات الاربعه المهمه. اذا اخذت حاصل ضرب كومبلكس حاصل ضرب فاريبلين اخذت اللين راح يكون لين الاول زائد لين الثاني، اذا قسمه لين الاكس على واي راح يصير لين الاكس ناقصا لين الواي، اذا اخذت لين الاكسبوننشال اكس راح يكون عندك الاكس ينزل قبل اللين، فراح يصير عندك الاكس لين الاي، لين الاي هو واحد، فواحد في اتش يساوينا اكس اللي هو هذا اللي هو العلاقه مالت الباور. المهم هاي العلاقات الاربعه تختزل الى هاي العلاقات الثلاثه. الان طلاب لاحظوا
بما انه انا عندي الكومبلكس انتبهت الكهرباء، بما انه احنا عندنا الكومبلكس نمبر هو بالصيغه الاتيه اللي هو العلاقه مالت الاويلر اللي هي هاي اللي هو لين، بما انه الزت يساوينا الار اكسبوننشال الاي ثيتا زائدا 2 باي ام الاي. لما اجي اخذ له لين الزت من هذا الطرف، هذا الطرف كانه حاصل ضرب كميتين، الار مضروب في الاكسبوننشال، فراح يصير عندي لين الار زائدا لين مات الاكسبوننشال، ويكتب بالصيغه الاتيه يعني لين الزت ايش راح يساوينا لين الاكس زائدا اي واي، لانه الزت اذا انا كتبه بالكارتيزيان هو اكس زائدا اي واي، راح يساوي لنا لين الار زائدا لين الاكسبوننشال اي ثيتا زائدا 2 باي ان اي. لاحظوا هذا المقدار هو اس، وبالتالي لما اخذ لين اي اكسبوننشال الاس راح ينزل قبل اللين ويصير عندي لين الاي مضروب في لين الاي، لين الاي يعني اعرفه هو واحد، وبالتالي لما اجي اطبق استرسل الاشتقاق راح يصير عندي لين مو مشتقاق صح، اقدر اوصل الى علاقه عامه انتم دائما تستخدموها لما نجي ناخذ اللين لاي كومبلكس نمبر، فيصير لين الزت شي يساوينا لين الاكس زائد اي واي ينزل كما هو، لين الار الار انا عارفه هو تحت جذر اكس تربيع زائد واي تربيع، اللين مات الاكسبوننشال مرفوع لاس ايش راح يصير الاس ينزل كما هو اللي هو الاي ثيتا زائد 2 باي ان اي مضروب في لين مات الاي، اللين مات الاي هو واحد مضروب في هذا المقدار ينزل كما هو اللي تشوفون امامكم. أنا أعرف قلنا لكم الآر هو يساوينا تحت جذر X تربيع زائد Y تربيع، إذا هذا علاقة يعني تكتب تحفظ هذا أيضا دائما اللين مات الـ A complex number يساوينا لين المودولس حتى ما تدوخ يعني تحت جذر X تربيع زائد Y تربيع، أنت أعرف الآر هو تحت جذر X تربيع زائد Y تربيع تقدر تكتبه بهاي الصيغة أو هاي الصيغة، طبعا هاي الصيغة أنا أفضلها أكثر حتى ما تدوخ، هاي الصيغة تكون أسهل. فاللين مال اي كومبلكس نمبر شي يساوينا طبعا هذا اللي تركز عليه، اللين مال الزت شي يساوينا لين الار زائد اي ثيتا زائد 2 باي ان الاي، هنا اثنيناتهم زوايا وهنا فقط المودولس، اللين مال المودولس هنا يعني ما اقدر ادخل عادي ماكو مشكله ننتظر الى ان هذا زين، اكتب اسمك اكتب اسمك بالتليجرام حتى اعرف انه انت كذا ساعه كنت موجود، عادي واحد النت مالته ينضرب، عادي واحد اشتراكه يخلص، بس سجل اسمك بالتليجرام وانا بعدين انقل اسمك. المهم لاحظوا طلاب الان اللين مالت الزت يساوينا لين الاكس زائد، اذا نجي نطبق هذا القانون الفوق، طبعا هذا القانون الاسفل ما انصحكم به، طبقون القانون المؤطر امامكم. مثلا نجي ناخذ لين الواحد ناقصا اي، اجي اشوف الواحد ناقص اي هذا يا ربع طلاب، هسه الاكس موجبه بينما الواي شو يكون؟ سالب. يا ربع يكون الاكس موجب والواي سالب، يا ربع الاكس موجب والواي سالب اكيد ربع رابع. فلما اجي اطبق القانون لين الار سهل، الار سهل ليش؟ لانه تحت جذر اكس تربيع زائد واي تربيع، الاكس هو واحد والواي هو ناقص واحد، واربعهن واجمعهن يعطيني جذر اثنين، فراح يصير عندي لين راح يكون عندي لين الاثنين اس نص. طبعا هذا تعرفون راح نطبق القانون اللي هو الاس ينزل قبل اللين، فراح يصير يساوي نصف مضروب في لين الاثنين، هذا تعرفوه. هذا كتبت لك شلون عربي كتبت. المهم اوكي انطيني اثنين نصف مضروب في لين الاثنين، لين الاثنين ما معروف المقدار مالته اتركوه، يعني هو اقدر انطيكم اياه من الجداول لكن مو مهم يعني تستخرجون قيمته. يبقى الثيتا اللي هو البرنسبل، بما انه بربع الرابع يعني بما معناه الثيتا شي يساوي 2 باي ناقص ثيتا برايم، الثيتا برايم لازم استخدم اي قول البنيه هاي ما قدرت تدخل من النت الضعيف تكتب اسمها بالجروب اي بالجروب مال تليجرام، خي تكتب بالتليجرام قول لها تمام قول اكتبي بالتليجرام اسمك فيبين عندي بيا تاريخ كاتبه اسمها، خاف يعني تكتب خارج الوقت هذا يعني يكون معلوم بالنسبه لي انه هي كاتبه بالتسعة تسعة ونص الى اخره. الآن لاحظوا طلاب الـ بما أنه أنا بربع الرابع وبما أنه أنا أوجدت الـ R اللي هو الجذر مالت الاثنين وبما أنه بسام بسام شلون تريد وياكم نريد نشتغل على بابل. المهم إحنا وين وصلنا؟
هاي نقلت عليه. المهم اذا نيجي ننزل من جديد لل بس انا راح اسجل غياب طبعا. المهم هسه لا ها اقول لك غير تاقل لي لا انت ما يبين عندكم لما مسوي لكم شير بس انا من اللابتوب شويه هواي يعني اخذ مساحه. مو هذا البرنامج مال خزن مال الشاشه هو مساحه ضيقه اذا واحد يكتب منه يعني رسم يصير عندي شو اسمه عموما الثيتا بما انه كتبته بالجروب اي اوكي لا انا اكو طالب اخر اسمه بسام يمكن بسام او هيك من هالقبيل. عموما ادنا الثيتا شي يساوي 2 باي ناقص ثيتا برايم بربع الرابع قلنا بما انه الاكس مو موجب والواي يكون سالب فراح يكون عندي 2 باي ناقص تان انفرس الواي على اكس. طبعا بما انه الاكس هو واحد والواي ناقص واحد وبالتالي راح يكون تان انفرس ناقص واحد على واحد وتان انفرس الواحد يا زاوية التان مالته واحد والخمسة واربعين لأنه الخمسة واربعين ساين مالته واحد على الجذر اثنين والكوساين مالته أيضا واحد على الجذر اثنين وبالتالي راح يكون واحد على الجذر اثنين تقسيم واحد على الجذر اثنين هو واحد. إذا الزاوية اللي تان مالته واحد هو فقط الزاوية خمسة واربعين درجة راح يصير عندي 360 درجة ناقصا خمسة واربعين درجة راح يكون عندي بالشكل الآتي اللي هو 315 الربع الرابع وفعلا 315 ده يكون محصور بين ال 270 وبين ال 360 درجه. انا ما راح اشتغل كاونتر كلوك وايز راح اشتغل مع عقارب الساعه. مع عقارب الساعه نعرف انه الثيتا يساوي ناقص ثيتا برايم فراح يكون عندي الزاويه مالت البرنسبل هو ناقص 45. يعني بدل ما اشتغل الكاونتر كلوك وايز هو 315 راح اشتغله مع عقارب الساعه ناقص 45 حتى اتجنب الارقام الكبيره لانه 315 رقم كبير وظيف له يعني دوخ الواحد. بينما مع عقارب الساعة شوفوا طلاب دائما أي زاوية تجيكم بالموجب دائما أي زاوية مقدارها بالموجب معناتها هاي زاوية هي عكس عقارب الساعة. أي زاوية يكون بها إشارة ماينس إذا هذا مع عقارب الساعة هاي خلوها ببالكم. طبعا هسه ناقص 45 إذا ضيف له 360 درجة ينطيك الفوق اللي هو 315 متكافئين. يعني بما معناه أنت بالبيت لما تيجي تاخذ الكوساين مالت 315 والساين مالته راح يطلع هو نفسه الساين والكوساين مالت ناقص 45 لان عمليه يعني بيريودك تكراريه. عموما الكومبلكس نمبر مالت ايش راح يكون مساوي اللي هو الواحد ناقصا اي. الواحد ناقص اي هو طلب اللين مالت اللين الزت طبعا هو هذا راح يكون الزت يساوينا واحد ناقص اي ويساوينا الار طلعناه جذر 2 اكسبوننشال اي ثيتا. الثيتا هو ناقصا 45 درجه هو باي على 4 وضفت له 2 باي ان اي الان عدد الدورات من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا بالموجب وبالسالب الآن قد تكون ناقص واحد زائد واحد ناقص اثنين زائد اثنين صفر وهكذا أرقام ما لا نهاية. الآن لما أجي أخذ للن هذا المقدار راح يصير عندي لن الزت شي يساوي لن الواحد ناقصا اي. بما أنه أنا عندي الار مضروب في الإكسبونينشال وكأنه راح يكون عندي لن الار الار اللي هو شقد جذر اثنين طبعا وأكتب الزاوية كما هو الزاوية كلها اللي هو ناقصا باي على 4 اي زائد 2 باي ان. انت تذكرون قلنا لكم اللين مال اي كومبلكس نمبر يساوينا لين الار زائدا اي ثيتا زائدا 2 باي ان الاي. لاحظوا اللين الار الار الان اوجدناه هو شقد هو جذر 2 الثيتا الان شقد اوجدناه ناقصا 45 درجة فذلك كتبت ناقص 45 او ناقصا باي على 4 زائدا 2 باي ان نزل كما هو عادين يبقى الان جد تريد تعوضها كيفك انت بشكل يا لوز تريد تعوضها صفر زائد واحد ناقص واحد زائد اثنين ناقص اثنين زائد ثلاثة ناقص ثلاثة بالامتحان انت ما مطالب بهاي الشيء بس مطالب تكتب لي الفورم النهائي كحل طلاب كحل عندما ام يساوينا زيرو راح ينطيني هذا. طبعا هذا شوية رسم نازل اقدر انه هو الرسم الاول راح يكون بربع الرابع بهذا الشكل. يعني هاي النقطة عندما n يساوي 0 عندما n يساوي 0 راح ينطيني النقطة بربع الرابع عندما يكون ال n يساوينا 1 هو هذا. لما اخذ ال n يساوي ناقصا 2 ناقص 1 العفو راح يعني راح يصير تكرار طلاب النقطتين راح يعني راح يتبادلن. اول نقطة هي هاي عندما n يساوي 0 عندما n يساوي 1 فوق لما اخذ n ناقص 1 ينزل كما هو يعني عمليه صعود ونزول راح يكون بين هاي النقطتين. النقطه اللي صارت بربع الاول طبعا هو شوي المؤشر مالتي بالرسم شويه صار لي مشكله هذا كيف اقدر اتجنبه لازم ادوس على escape اقرا على escape والان ادوس enter
لمن ادوس انتر انزل الملف الاسفل بهذا الشكل. هذا قصدي اني طلاب هذا النظام الاحداثيات الموجود. زائدا خلينا نمسح هاي بهذا ننزل من جديد البين نروح للبين وايضا نروح الى هذا فراح يكون عندي بهذا الصوره او بهذا الشكل. فعندما n يساوي 0 لاحظوا عندما n يساوي 0 راح يصير جذر 2 ناقصا باي على 4i زائدا 2 باي n ال i n 0 فبالتالي يكون عندي ال x دائما موجبه وال y دائما سالب هذا الربع الرابع. لما اخذ ال n 1 ال n راح يصير عندي الناقص 45 زائدا زائدا 360 درجه 360 درجه ناقصا 45 6 315 فراح يكون هذا 315 راح يكون عفوا 315 بالربع الرابع 315 يعني راح يكون عندي لانه هذا زائد عفوا ده عامل ويا زائد فراح يكون عندي المقدار الزاويه بالشكل الاتي. يعني اذا نجي طلاب اذا نجي نحسب الحسابات الاوليه شوف المقدار مالت الزاويه يعني المهم راح تكون عمليه ما اخوض بالهذا راح تكون عمليه تكراريه راح دائما راح تكون يعني متناوبة حسب الـ N وإشارته الـ N إما سالب أو موجب. آخر سؤال عندنا بالموضوع مات الـ natural logarithm مات الـ complex number هو هذا السؤال والتعقيد مالته يقولك أو يعني يقولك أثبت لي أنه الـ N مات الـ I أس I يساوي لك كذا يعني الطرف الأيمن هو المطلوب إيجاده الطرف الأيمن فلازم معناته أشتغل على الطرف الأيسر وبسطه. كيف أقدر أبسطه الطلاب؟ أنا عندي هاي العلاقات الموجودة طبعا دائما احنا قلنا لين اي مقدار مرفوع لاس الاس راح يصير قبل اللين فراح يصير عندي اي لين الاي لازم هسه الان اوجد لين الاي ايش قد؟ الاي هو بيا ربع صار بربع الاول ليش؟ لان اكس مالته صفر بينما الواي مالته واحد اذا هذا الربع الاول اكس موجبه والواي ايضا موجبه فبالتالي راح يعطيني الموديولوس مالته تحت جذر اكس تربيع زائد واي تربيع الاكس هو صفر والواي هو واحد وبالتالي ينطيني الار واحد بما انه بربع الاول الواي قلنا هو واحد والاكس صفر فيا زاويه يعني يكون عندي التان مالته ما لا نهايه لانه واي على اكس هذا واي على اكس الاكس هو صفر فواحد على صفر ما لا نهايه فيا زاويه التان مالته ما لا نهايه هو هاي الزاويه الوحيده اللي هي 90 90 وايضا عندنا 270 ما لا نهايه عندنا لكن بالموجب او بالسالب فهنا راح يكون عندي ال 90 ال 90 طبعا راح يكون عندي الكومبلكس بشكل بيكتب بالصيغه الاتيه الار مضروب في اكسبوننشال ار الان واحد الار هنا طبعا هذا ار الار مضروب في الاكسبوننشال باي على 2 تطلع تي باي زائد 2 باي ان الاي الان اجي اخذ اللين المعادله هاي لانه انا عندي بالسؤال كان عندي اي اس اي الاي اس اي واخذ له اللين لاحظوا الاي اس اي واخذ له اللين الاي اس اي واخذ له لن فانا عندي اي لن الاي الاي الان اوجدته هو شيء يساوي انه اكسبوننشال باي على 2 اي زائد 2 باي ان الاي لما اجي اخذ له لن راح يكون عندي بالشكل الاتي لن الاي شيء يساوي انه طبعا راح يكون عندي لن الواحد هو صفر دائما لن الواحد هو صفر لانه هنا كانه واحد مضروب في اكسبوننشال او تقدر ما تكتبه يعني راح تكتب لن الاكسبوننشال لن الاكسبوننشال الاس مقداره ينزل قبل اللن ويصير عندي لن الاي لن الاي هو واحد وبالتالي يعطيني هذا المقدار تشوفونه امامكم فقط الاس ينزل كما هو لانه لن مالت الار طبعا هنا يعني وكانه لن الار الار هو واحد دائما لن الواحد هو صفر هاي قاعده فايش راح يصير عندي المعادله الاي لن الاي شي يساوينا هذا المقدار الان اضرب الطرفين في اي لان انا عندي لن اي اس اي هو هذا المعطى بالسؤال المعطى بالسؤال بسط الى اي لن الاي هسه لن الاي اوجدناه احنا ايش قد يساوينا اللي هو هذا لن الاي اضربه في اي ايش راح يصير عندي؟ الطرف الايمن لما اضربه في اي اي في اي ناقص واحد فينطيني هذا المقدار بس رتبت ال 2 ان كتبته بالبدايه 2 ان كتبته بالبدايه والنصف خليته ثاني حد فطلع لي هذا المعادله تم الاثبات ما بي شيء اخر سؤال بتعقيد اخر سؤال بالكومبلكس نمبر جدا معقد ويراد له يعني شويه يعني ذهنية لاحظوا هنا يقول اذا الاي مرفوع للالفا زائدا اي بيتا يساوينا كذا اثبت انه الالفا تربيع زائدا بيتا تربيع يساوي اكسبوننشال ناقصا 4 ان زائدا 1 مضروب في
باي البيتا. طبعا طلاب لاحظوا دائما اذا اجاكم دائما دائما بالامتحان اذا اجاكم فد كومبلكس نمبر مرفوع لمقدار معين لمقدار معين دائما دائما اكتبوه بهاي الصيغه. احنا نعرف هاي العلاقه قلنا يعني دائما الاكس الارجمنت اللي هو الاي مرفوع للالفا زائد اي بيتا شي يسوي اكسبوننشال لان الاكس هاي قاعده دائما الاكس اقدر اكتبها بالصيغه الاكسبوننشاليه اللي هي هاي اكسبوننشال لان الاكس. هسه الاكس هنا أنا هي ويا مقدار هو هذا المعطى بالسؤال هذا مستحيل انت تبسطه نهائيا اي اس الفا زائد اي بيتا نهائيا اذا تضرب في كومبلكس نمبر من تحاول يعني ما غير قابل للتبسيط هذا الاكسبوننشال مرفوع لباور معين. الحل الوحيد تستخدمون هاي العلاقه. فخلوا بالكم قاعده اذا كان عندي اي كومبلكس نمبر مرفوع لاس معين اي كومبلكس نمبر مرفوع لاس معين تطبقون العلاقه الاتيه اللي هي الاكس يساوي لنا اكسبوننشال لان الاكس طبعا حيث انه بالمقارنه الاكس ايش راح يساوي لنا بهذا. طبعا انا ما افضل نكتب هذا العلاقه نكتب الزت زت يساوي لنا اكسبوننشال لان الزت. ليش؟ لانه الزت المعطاه بالسؤال الان هي اي اس الفا زائد اي بيتا. لما اجي اطبق هذا القانون اللي مؤطر باللون التركوازي ايش راح يصير عندي؟ أنا عندي هنا المعطى بالسؤال هو exponential i اس الفا زائد i بيتا. أكتبه بالصيغة مات الاكسبوننشال راح يصير exponential لن الاي اس الفا زائد i بيتا. لما آخذ اللن لأي مقدار مرفوع لأس الأس راح ينزل قبل اللن فراح يصير عندي أقصد هاي العلاقة اللي تشوفوها أمامكم يعني اللن الاكس مرفوع لأس y شي يساوي الواي راح ينزل قبل اللن مضروب في لن الاكس. وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ الاكسبوننشال اي اس اي الفا زائد اي بيتا شي يساوينا هسه الاس مالت الاي اللي هو الفا زائد اي بيتا ينزل قبل الاي مضروب في لن الاي. تبسطت المعادله صار الان بالامكان تبسيط. ليش؟ لانه لن الاي انا اعرف ايش قد لن الاي. لن الاي صاير بربع الاول. ليش؟ لان الاكس مالته صفر والواي مالته سالب. بربع الاول الار مالته المودولس هو واحد لانه الار يساوينا تحت جذر اكس تربيع زائد واي تربيع يساوينا واحد. الاكس هو صفر والواي واحد فصفر زائد واحد واحد جذر الواحد هو واحد. الزاويه مالته راح تكون 90. ليش؟ لانه الواي مالته واحد الاكس مالته صفر فبالتالي واحد على صفر ما لا نهايه نفس السؤال السابق. فالاي راح اشوفه يساوينا كذا. ليش؟ لانه الاي يساوينا اكسبوننشال اي اس اي ثيتا زائد 2 باي ان الاي. الار واحد الزاويه راح تكون باي على 2 فراح ينطيني هذا العلاقه اللي تشوفوها امامكم. الآن طلاب ايش راح نسوي؟ ناخذ للن. ليش ناخذ للن؟ لأنه هو بالسؤال لما استرسلت بالحل اي اس الفا زائد اي بيتا طلع لي اكسبوننشال الفا زائد اي بيتا مضروب في لن الاي. لن الاي الآن اوجدته بس اريد الآن اخذ لن الاي للطرفين. لما اجي اخذ لن لاي كومبلكس نمبر احنا كتبنا لكم القاعدة الفوق اللي هو لن مالت الزت العفو اللن مالت الزت قلنا لكم يساوينا لن الار زائدا اي ثيتا زائدا 2 باي ان الاي. هاي اشتقينا لكم اياها قبل شويه بالموضوع مالت اللوغاريتم. اعرف الار هو واحد اعرف الثيتا هو باي على 2 بس يبقى لنا عدد دورات. عدد دورات تكون من صفر مرورا بالزائد 1 ناقص 1 مرورا بالزائد ناقص 2 الى اخره. احنا دائما المفضل ان ناخذ الان يساوي 0 اللي هو البرنسبل. ايش راح يصير عندي؟ لاحظوا طلاب الاي اعرف ايش الان شي يساوينا فراح يكون عندي اي مرفوع للالفا زائد اي بيتا يساوي اكسبوننشال الفا زائد اي بيتا مضروب في لن الاي اللي هو هذا عوضت عنه بالمقدار الاكسبوننشالي. بما انه لن اي اكسبوننشال الاكسبوننشال راح ينزل قبل اللن فراح يصير عندي هذا القوس ايضا راح ينضرب في المقدار الاكسبوننشال وباي على 2 اي زائد 2 باي ان الاي مضروب في لن الاي. لن الاي دائما واحد خلوا بالكم دائما لن الاي دائما واحد مثل لوغ لوغ للاساس 10 للعشرة دائما واحد. فهنا اللن مالت الاي دائما هو واحد مثل اللوغاريتم العشري. فايش راح يصير عندي هنا؟ راح تتبسط بما انه اللن مالت الاي هو واحد اذا المعادله الفوق راح تتبسط الى هاي المعادله فقط اللن مالت الاي اعتبرته هو واحد. الان طلاب ايش راح تسوون؟ طرفين في وسطين. الطرفين في وسطين بالشكل الاتي. هذا القوس اللي على الطرف اليمين اللي هو هذا هو اكسبوننشال مرفوع اكو حاصل ضرب قوسين
فالأول في الأول، أول في الثاني، الثاني في الأول، الثاني في الثالث، فراح يعطيني المعادلة تشوفوها أمامكم، ألفا في باي على 2 آي يصير ألفا باي على 2 الآي، ألفا مضروب في 2 باي أن الآي ينطيني 2 باي ألفا أن الآي. الآن أجي للآي بيتا مضروب في باي على 2 الآي ينطيني الآي في آي هو ناقص 1، وبالتالي الإشارة راح تكون هنا ماينس. آخر حد راح يكون آي بيتا مضروب في 2 باي أن الآي، راح يصير عندي الآي في آي ناقص 1، فراح يكون أيضا هذا الحد بالماينس. إيش راح أسوي طلاب؟ راح أرتب الحدود اللي بيها إيماجينري والحدود الحقيقية. لاحظوا هذا الحد إيماجينري بي آي، هذا الحد أيضا إيماجينري بي آي، لكن هذين الحدين يعني الله سهل اثنيناتهم حقيقيات، فالحقيقيات راح ألمهن سوية والخياليات أيضا سوية. لاحظوا هنا إذا أطلع البيتا والباي عامل مشترك، البيتا والباي هنا بيتا والباي هنا بيتا وباي، إذا أطلع البيتا والباي عامل مشترك يبقى لي النصف، نصف زائد 2n 2n، وطلعت الماينس عامل مشترك لأنه هنا الإشارتين بالأخير اثنينات الماينس، هذين اثنينات الماينسات، فطلع لي هذا الحد الأول. أيضا بالنسبة للحدين الأولينيات اللي بيهن كومبلكس نمبر، راح أطلع الآي عامل مشترك والألفا باي، ألفا باي والآي أطلع عامل مشترك ألفا باي الآي، يبقى لي النصف زائدا 2 باي الان، عفوا 2 ان، عفوا بدون الباي لان الباي طلعت عامل مشترك، طلعت هاي المعادله طلاب. الان هاي المعادله اذا اطلع ايضا النصف عامل مشترك من القوسين، اذا طلعت النصف من القوسين راح يبقى لي منه انا 1، بدال هذا النص راح يصير 1، هذا راح يصير 4 ان. ايضا هذا لما اطلع النصف من انا عامل مشترك بدال هذا النص راح يبقى لي 1، 2 ان يصير 4 ان، بحيث لما ادخل النص على القوسين من جديد يرجع كما كان هاي المعادلة الفوق. الآن أسوي خدعة طلاب، الخدعة بالشكل الآتي، هو بالسؤال إيش طلب من عندي؟ قال لي إذا كان عندي الـ i أس ألفا زائداً i أس ألفا زائداً i بيتا يساوينا ألفا زائداً i بيتا، اثبت لي أنه الألفا تربيع زائد بيتا تربيع يساوينا كذا. هسه أني i أس ألفا زائداً بيتا بسطته إيش راح أسوي؟ أضربه في الكومبلكس كونجوجيت مالته اللي هو الألفا ناقصاً i بيتا. لما اضرب هذا القوس في هذا القوس راح يعطيني الفا تربيع زائد بيتا تربيع، لكن هذا يعتمد على من؟ على التبسيطات مالتي بالحل اللي راح تكون بالشكل الاتي. الملف ايضا بداية شويه شوف الطرف الايمن، يعني المهم يعني الاي اس الفا زائد اي بيتا الان تبسط عندي بمقدار اكسبونينشال بجزء حقيقي وجزء خيالي. ايضا راح نرجع نفتح ملف من جديد. راح يكون ما نعرف انه جزء الموضوع مالت الدوال العقدية يجوز نقدر نكمل منه جزء يسير ما نلحق. عموما نسوي شير للمحاضرة مالت اليوم. بدنا ما نشوف عموما احنا وين وصلنا بالملف، وصلنا الى الاخر شيء باللين مالت الكومبلكس نمبر. لاحظوا الان طلاب هذا المعادله اللي وصلنا لها اخر شيء اللي هي هاي، طبعا اخر جزء وصلنا له هو المعادله رقم 32. اذا نجي ايضا نسوي شغل نفعل القلم ونخلص من هذا الملف الموجود هنا مالت الشير، نكبر الملف. المعادلة رقم 32 اللي هي آخر تبسيط لنا بالحل هذا، هاي المعادلة 32. لاحظوا الـ i أس ألفا زائد i بيتا طلع لي exponential الجزء حقيقي زائد جزء خيالي اللي هو هذا الآن دي يساوي لي الألفا زائد آي بيتا. الآن إيش راح نسوي طلاب؟ راح نضرب هذا المقدار نأخذ الكومبلكس كونجيجيت بالشكل الآتي. إذا نأخذ الكومبلكس كونجيجيت لهذا الطرف، هذا الطرف إيش راح يصير عندي؟ الطرف هذا الإكسبونينشال هذا الإشارة موجبة شيء يصير ماينس، لأن يعني تعرفون الكومبلكس كونجيجيت دائما الآي يصير ماينس آي والماينس آي يصير بلس آي. فبالتالي ايش راح يساوي عندي؟ ايش راح يصير عندي؟ اي الفا زائد اي بيتا، هو قال لي بالسؤال دي يساوي لي الفا زائد اي بيتا، وتبسط عندي بهذا الاكسبوننشال.
لما اخذ الكومبلكس كونجوجيت يصير الفا ناقصا اي بيتا يساوينا نفس الاكسبوننشال هذا، لكن هذا الاشاره الموجبه بين الحدين القوسين راح يصير اشاره ماينس. ليش؟ لان هنا عندي اي موجوده، فالاي راح يصير بالماينس، هو موجب يصير ماينس، واضرب المقدارين فايش راح يصير عندي الفا ماينس اي بيتا يساوينا نفس المعادله هاي الفوق نفسها، لكن هاي الاشاره الموجبه تصير ماينس. اضرب المعادلتين، الطرف الايسر مال معادلتين، وايضا اضرب الطرفين الايمنات مالتهن، الفا زائد اي بيتا مضروب في الفا ناقص اي بيتا شي ينطيني الفا تربيع زائد بيتا تربيع. هذا هنا الاكسبوننشال لما اضربهم الاكسبوننشالين انت ضرب تجمع الاسس، وبالتالي الحد الايماجينري واحد يلغي الثاني، اشارات متضاده، باي على 2 زائد باي على 2 يعطيني باي، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ اقصد انه هذا التبسيط الفا زائد اي بيتا مضروب في الفا ناقصا اي بيتا راح يعطيني الحل مالته والفا تربيع زائد بيتا تربيع. هذا الحد مالت الالفا زائد اي بيتا، هذا مال الفا ناقصا اي بيتا، اشاره موجبه اشاره ماينس، وبالتالي عند ضرب تجمع الاسس هذا الحد يلغي هذا الحد، عند ضرب تجمع الاسس اشارات متضاده، يبقى لي فقط الجزء الحقيقي راح ينجمعن باي على 2، وهنا عندي ايضا باي على 2 مضروب في بيتا، عندما اجمعهن اطلع العامل المشترك اللي هو 1 زائد 4 عن البيتا، عامل مشترك يصير عندي باي على 2 زائد باي على 2 هو 1. هذا الناتج اللي وصلت له الطلاب، اذا اجي اقارنه ويا الحل اكسبوننشال ناقصا بيتا باي، اكسبوننشال لاحظوا اكسبوننشال ماينس 4 زائد 1، اكسبوننشال ماينس الاربعة عن زائد واحد مضروب في باي البيتا، هو نفسه الحل المعطى بالسؤال، فلازم يعني يكون لازم تستخرجون الالفا زائد اي بيتا من خلال تبسيط مالت المعادله مالت الالفا زائد اي بيتا. هاي المعادله بسطتوها، طبقتوا القانون مالت الاكس، او خلينا نكتب الزت، الزت يساوينا اكسبوننشال لن الزت، الزت الان هي اي الفا زائد اي بيتا، عوضتها بالاكسبوننشال، بعدين الالفا زائد اي بيتا طبقت القانون مالت اللين مالت الاكس اس واي هو شي يساوينا الاس راح ينزل قبل اللين مضروب في لين الاكس، وبسطت المعادله، بعدين اخذت الكومبلكس كونجيجيت للمعادله مالت الالفا زائد اي بيتا ونحل السؤال وتبسط الملف ورجع للبدايه. المهم كملنا هذا الموضوع مالت اللين مالت الكومبلكس نمبر، يعني اتصور الان المعلومات بيوافيه. اكو هنا ايضا اكو ايضا هوم وورك بي اللي هو هذا اللي تشوفون امامكم، اذا تعقد المساله صار جذر الاي وجذر الاي اثبته يساوي الطرف الايمن، طبعا نفس العمليه هم راح تجي تطبق القانون مالت الزت يساوي لك اكسبوننشال لين الزت، الزت ايش راح يساوي لك؟ هو جذر الاي مرفوع للجذر مالت الاي، لما تجي تاخذ اللين مالت الزت اللي هو الاي جذر الاي، جذر الاي راح ينزل قبل اللين، راح يصير عندك جذر الاي مضروب في لين الجذر الاي، الجذر الاي ايضا راح تكتبه اي اس نص، فالنص هم راح ينضرب فيه، هم تطبق القانون مالت لين واي اس اكس يساوي لك اكس لين الاكس الاكس لين الواي العفو. بس هنا شيء من عندك هنا طلاب عندك جذر اي اس نص، اي اس نص معناته راح تدخل بموضوع مالت الروت، بالموضوع مالت الروت تاخذ الان يساوي لك صفر دائما، ليش؟ لانه الان بما انه يساوي لك 2 فالام قيمته راح تكون صفر، وحل السؤال فراح يعطيك الطرف الايمن اللي هو راح يكون يعني ايضا يعني يكون تحصيل حاصل. الان اخر موضوع ندخل له طلاب اللي هو الكومبلكس نمبر، هذا الموضوع انا ما افضل انه انطيكم اياه بالتفصيل، راح انطيكم امور جدا بي سهله. لاحظوا طلاب احنا دائما تتذكرون بالاعداد المركبه قلنا الزت، مثلنا العدد المركب بالمقدار z، قلنا z هو شي يساوينا x زائد i y، يعني z يمثل ب x و y. الدوال اللي تكون دوال كومبلكس اللي هو مثلا f للz راح يكون ايضا نفس العمليه، راح يكون داله راح يكون جزء حقيقي زائد جزء خيالي، لكن ال i وال v طلاب راح تكون دوال. الفرق راح يكون ال u وال v هي عباره عن دوال، فال u زائد i v. لا تنسون ال f كداله للz، والz ايضا تعتمد على x و y. فهنا بما معناه الاف للزت شي يساوينا الاف للزت؟ دي يساوينا اليو كدال الاكس والواي زائدا اي الفي ايضا كدال الاكس والواي. هذا فيما يخص تمثيل العدد المركب. وقلنا كل الاعداد الحقيقيه الناتشرال، الاعداد الريشنال النسبيه الكسريه او الكسريه يسمى،
الأعداد كلها تعتبر حالة خاصة من الكومبلكس نمبر. إذا كان عندي الواي صفر بما معناه تحولت إلى أعداد حقيقية وأعداد صحيحة وإلى آخره. إذا كان عندي الإكس صفر راح يصير زد يساوي لك كلها purely imaginary. فشفنا الأعداد المركبة دائما تمثل variable اسمه الزد، والزد جاي من جزء حقيقي وجزء خيالي. بالدوال الدوال مال functions مال complex number أيضا راح يمثل العدد، الدالة المركبة تمثل بجزء دالة حقيقية يسموها U ودالة خيالية يسموها V، حيث أنه U وال V دوال وتعتمد على الX والY. أنا اللي يهمني بهذا الموضوع مات functions مات complex number المشتقة مات الدالة مال complex number، هل تكون المشتقة regular أو irregular؟ إذا regular أو analytic يسموها regular، طبعا يسمى regular أو يسموه analytic أيضا، analytic دالة تحليلية بما معناه قبل المشتقة عندما z يساوينا z not، أو قد تكون الدالة non analytic أو يسموه irregular. هذا الشيء شلون نعرفه؟ من خلال العلاقة مال كوشي ريمان. طبعا طلاب إذا نيجي ناخذ مثال على ال complex numbers، عندك دوال مال complex number عندك ال f لز يساوينا z تربيع، احنا نعرف الزيت هو شيء يساوينا x زائد i y، وهو تربيع راح يصير المربع الاول اللي هو x تربيع زائد المربع الثاني زائد i تربيع y تربيع زائد ضعف الاول في الثاني 2 x i y. لاحظوا ال i تربيع هو ناقص واحد، وبالتالي ال f للزيت شيء يساوينا x تربيع ناقصا y تربيع زائد 2 x i ال y، او خلينا نكتب 2 i، يعني خلينا نمسحها هذا، خلينا نكتب الصيغة الآتية أحسن أحلى راح يكون. الصيغة اللي هي x تربيع ناقصا y تربيع زائدا 2 i x ال y. لاحظوا طلاب الآن هاي الدالة اللي هي دالة عقدية، من الجزء الحقيقي مالته من يقول لي، ويهو الجزء الخيالي مالته، يهو ال u يهو ال v. عندما فرضت أنه ال f لل z شي يساوينا ال z تربيع ويساوينا ال x زائد i y الكل تربيع، ها طلاب من يجاوبني؟ يهو الجزء الحقيقي يهو الجزء الخيالي، يهو ال u ويهو ال v. لاحظوا اذا اقارن راح استنتج انه ال u هو شي يساوينا x تربيع ناقص u تربيع، بينما ال v شي يساوينا طبعا ال i هو نفسه هذا ال i الموجود هنا، اذا استنتج ال v يساوينا 2 x ال y. هذا فيما يخص الدوال العقدية. دوال العقدية تكتب أيضا بصيغة جزء حقيقي زائدا جزء خيالي، مع فارق أنه جزء الحقيقي أسميه اليو وجزء الخيالي أسميه ال V. لكن طلاب أيضا أكو ملاحظة، يعني إحنا نعرف بالدوال عندي اليو شي يساوي الاف للإكس، هاي بالدوال الحقيقية. بالدوال الخيالية شي يصير عندي دبليو يساوي لك الاف كذلك للزت، هذا الفارق. لاحظوا الواي هذا حقيقي، هاي بالمشتقات الحقيقية دوال الحقيقية، فدالة للاف للإكس، بينما بالكومبلكس فانكشنز راح يصير الواي راح يصير الواي يصير دبليو، والاف للاكس يصير اف للزت. ليش؟ بعد ما عندي شيء اسمه اكس، راح يصير كله عباره عن زت، والدوال الواي تكون هي عباره عن دبليو، وهكذا. اذا نجي نعقد المساله نجي ناخذ غير دوال يعني تتبسط الى الصيغه اللي هي اليو زائد اي الفي. الان ايضا يهمني موضوع اخر، طبعا هذا اللي اقصده، اقصد انه اليو لما اجي اخذ طلاب اللي اقصده، لا خلي شوية ملف صعدة اللي أقصده شنو أني؟ أنه إذا كان عندي ال f لل z يساوينا z تربيع، لما عوض بدال ال z x زائد i y وتربيع مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الأول في الثاني، طلع لي هاي المعادلة بالأخير. فلما أجي أقارنه مع هذا القالب اللي هو ال w كدال ال f وال z يساوي ال f كدال ال z يساوي u زائد i v، أستنتج أنه الجزء الحقيقي هو x تربيع زائد y تربيع، ماكو i موجودة، بينما ال v راح يقابل 2x الواي بدون الاي، دير بالكم لانه الاي في يقابل لك 2i x الواي، اذا الاي والاي تختصر فالفي يساوي لك 2x الواي. اللي يهمنا مشتقه الدوال العقديه كيف تكون مشتقاتها، هذا يتم من خلال كوشي ريمان. كوشي ريمان طبعا هذا كله الطلاب ما داخل بالامتحان، هذا كله انا ما طالبكم به نهائيا. صفحه رقم يعني 94 رقم 95، هذا كله أنتم مطالبين بكوشي ريمان، عالمين يعني تعبوا على المشتقات مالت الدوال العقدية بالشكل الآتي. فإذا نلغي هذا نروح 2000 ونفعل القلم. كوشي ريمان equations
بالشكل الآتي. إحنا نعرف القانون مات المشتقة مات كومبليكس نمبر، طبعاً كوشي أوغستين لويس كوشي يعني ولادته 1789 وفاته 1857، عالم فرنسي وهو مهندس وفيزيائي. زائد هنا تشوفون هنا العالم الآخر اللي هو ريمان، ريمان أمامكم ولادته طبعاً هذا ألماني، جورج فريدريش بيرهارد ريمان ولادته 1826 1866، هي واز جيرمان ماثماتيشن، هو رياضي في يعني رياضي ألماني. طبعا الشرط مال كوشي ريمان بالشكل الآتي، يعني نعرف القانون مالت المشتقة، هو هذا القانون المشتقة من التعريف. قانون المشتقة من التعريف يعطى بالعلاقة الآتية، الاف مشتقة، طبعا احنا قلنا لكم الاف للزت هو شي يساوينا، يساوينا اليو زائدا اي في، هذا اللي اتفقنا عليه، يكتب بصيغة الجزء الحقيقي والجزء الخيالي. ايش راح يصير عندي؟ لاحظوا وياي، انا بما انه عندي هذا اللي كتبت لكم اياه، العلاقه اللي هي ال دبليو يساوي لك ال اف كذلك الزد يساوي لك اليو زائد اي في. لما اجي اخذ دلتا، طبعا هذا اقصد به دلتا، نفس العمليه هاي، دلتا يساوي لك الدلتا يو زائد اي دلتا الفي، والزد تعرفون يساوي لك اكس زائد اي واي. فالقانون مال المشتقه من التعريف ويعطى بالعلاقه الاتيه اللي هي علاقة رقم 85. لاحظوا علاقة 85 المشتقة مالت الكومبلكس نمبر شي يساوي لك الدي دبليو على دي زت، ويساوي لك الليمت، لازم تفرض الدلتا زت يساوي لك صفر. طبعا طلاب المناسبة هذا الدلتا بالسمول، تقدرون تكتبونه دلتا عادي، يعني هيك هذا الرمز دلتا دبليو، ماكو أي مشكلة. هنا دلتا الزت أي فرق ماكو، بس باللاتيني الدلتا إلى تسميتين. هنا ايش راح يصير المشتقة من التعريف؟ دبليو زائد دلتا دبليو ناقصاً W على دلتا Z، ويساوينا بالشكل الآتي. طبعاً تلاحظون أنه ال W تختصر ويا W، بقالي دلتا W على دلتا Z. الدلتا W هو DU زائد I دلتا V، لأنه الدلتا W عرفناه بالمعادلة السابقة اللي هي هاي، دلتا W هو هذا دلتا U زائد I دلتا LV. فش راح يصير عندي بالشكل الآتي؟ راح يصير عندي بالشكل الآتي اللي هو هاي المعادلة. طبعا عندما دلتا زد يساوي لنا صفر، بما معناه دلتا اكس اما يساوي صفر ثم دلتا واي يساوي صفر، او بالعكس دلتا واي صفر بعدين دلتا اكس الصفر. فايش راح يصير عندي طلاب اذا تردون؟ خلي الغي اوقف الخزن، خاف يطلع الملف جدا ضخم. عموما لاحظوا طلاب، اذا اجي اطبق هاي المعادله اللي انا وصلت لها اللي هي دلتا زد وش يساوي لنا دلتا اكس زائد اي دلتا واي، أعوضها بالمعادلة الفوق أحصل على هاي المعادلة بالأسفل اللي جواها خط. أجي الآن طلاب أعوض أول ليمت اللي هو دلتا إكس صفر، لما أجي أعوض دلتا إكس صفر هذا المقدار راح أصفره، فش راح يصير دلتا يو زائد أي دلتا في على أي دلتا اليو، يعني بعدين فيما بعد إيش راح أسوي؟ أصفر الواي، فش راح أحصل على المعادلات الآتية. لاحظوا عندما الدلتا واي الآن أصفره ايش راح يصير عندي؟ احصل على هاي المعادله، دائما ليمت دلتا يو على دلتا واي والدلتا واي يساوي صفر راح يكون هذا عباره عن مشتقه، يعني هذا عباره عن دلتا دي يو على دي واي. هذا ايضا راح يكون عندي اي تقسيم اي هو واحد، فراح يصير عندي دي في على دي واي. يعني المعادله مال المشتقه راح تكون بهذه الصيغه، هاي طبعا شنو هاي المعادله طلاب؟ مال المشتقه مال كوشي ريمان، هذا عندما انا صفرت الاكس ثم صفرت الواي فيما بعد، حصلت على هاي المعادله. عندما صفرت الاكس ثم صفرت الواي طلعت هاي المعادله. لكن الان اذا بالعكس، اذا اجي اول مره اصفر الواي بعدين اصفر الاكس، فالمعادله ايش راح تكون مال المشتقه مالت الاف للزد؟ نفس المعادله السابقه اللي هي هاي، يعني ارجع لنفس المعادله هاي، لكن الان اول مره اصفر الواي، لما اصفر الواي دلتا ايش راح يصير؟ دلتا يو زائد اي دلتا زائد اي دلتا في على دلتا اكس. لما اطبق بعدين الاكس يساوي صفر راح يصير عندي دي يو على دي اكس زائد اي دي في على دي اكس. اذا طلع لي قانونين مال المشتقه طلاب، القانون الاول مال المشتقه اللي هو هذا اللي تشوفونه امامكم بالعلامه مالت الصح اللي هو ناقصا اي دي يو على دي واي زائد دي في على دي واي، هذا عندما صفرت الدلتا اكس ثم بعدين صفرت الدلتا واي. الان لا، اذا اجي الحاله الثانيه اللي هي البي، عندما اصفر الواي ثم بعدين اصفر دلتا اكس يطلع لي علاقه اخرى مختلفه مال المشتقه مال الكومبلكس نمبر اللي هي دي يو على دي اكس زائد اي دي في على دي اكس، اساوي المشتقات الاثنين. بالحاله الاولى
اللي هي كان عندي الدلتا اكس صفر بعدين دلتا واي صفرت، اصفر اساوي ويا من العفو ويا الحاله الثانيه اللي هي اول مره اصفر الواي بعدين اصفر الاكس. لاحظوا طلاب راح اساوي الجزء الحقيقي مع الحقيقي والخيالي مع الخيالي، فايش راح يصير عندي؟ الدي يو على دي اكس، هذا الدي يو على دي اكس راح يكون مقابل الى دي في على دي واي. هذا اول كونديشن مال كوشي ريمان. اساوي الجزء الخيالي الان من الطرف من الاطراف ايضا ويا الجزء الخيالي من هذا الطرف، راح يصير عندي الدي في على دي اكس شو يساوي لنا؟ ناقصا دي يو على دي واي. هاي العلاقه الثانيه. طبعا حتى تكون الداله analytic، حتى تكون الداله analytic او داله يعني تحليليه، لازم يتحقق هذا الشرطين، هذا الكونديشنين المفروض انه يتحققون. دي يو على دي اكس يساوي لك دي في على دي واي، والدي في على دي اكس يساوي لك ناقصا دي يو على دي واي. تقدر الاشاره ماينس تحولها للطرف الاخر ماكو مشكله. المهم انا حافظها بهذا الشكل، دي يو على دي اكس يساوي لك دي في على دي واي، والدي في على دي اكس يساوي لك ناقصا دي يو على دي واي. هذا الداله تعتبر analytic اذا تحققت هذا الكونديشنين. اذا ما تحقق الكونديشنين طلاب تعتبر الداله نون analytic. هذا الشيء كيف يتم طلاب؟ من خلال المثال الاتي. اذا ننتقل الى هذا المثال تشوفونه امامكم. لاحظوا هاي الداله اف الاف للزت يساوي لك 2x زائد اكس واي تربيع الاي، بين انه الداله هي مو يعني هي ماكو مشتقه لها، يعني irregular non analytic. اذا نجي هاي المعادله تشوفوها امامكم، الاف للزت يساوي 2x زائد اكس واي تربيع الاي. الاف للزت احنا نعرف بما انه شو يساوي لنا؟ يو زائد اي في، جزء حقيقي وجزء خيالي. بالمقارنه اشوف انه اليو يساوي لنا 2x، الفي شو يساوي لنا؟ اكس واي تربيع. لما اجي اشتق طلاب اجي اشتق الدي يو على دي اكس، الدي يو على دي اكس هو 2، الدي يو على دي واي هو 0، الدي في على دي اكس هو شو يعطيني؟ الاكس الواي تربيع العفو. المشتقه مالت الدي في على دي واي 2 اكس واي. تلاحظون انه لما اجي اطبق الكونديشن مال كوشي ريمان لازم دي يو على دي اكس لازم شو يساوي لنا؟ دي في على دي واي. اجي اباوع، اجي ابغى طلاب لاحظوا الدي يو على دي اكس هو منو؟ دي يو على دي اكس هو 2، لازم يساوي ويا من؟ ودي في على دي واي، دي في على دي واي هو منو؟ هو 2 اكس الواي، 2 اكس الواي. هذول يساوون؟ مستحيل يساوون. اذا كونديشن مال كوشي ريمان ما يتحقق. اذا هاي الداله المعطاه بالسؤال مالها مشتقه، مالها مشتقه نهائيا. ايضا اطبق الكونديشن الثاني، الكونديشن الثاني اللي هو دي في على دي اكس يساوي لك ناقصا الدي يو على دي واي. الدي في على دي اكس هو ايش قد؟ دي في على دي اكس هو واي تربيع. لازم يساوي ويا من؟ ويا ناقصا الدي يو على دي واي، دي يو على دي واي هو صفر. ما يتحققون لان هذا واي تربيع هنا الصفر، وحتى اذا فرضت الواي يساوي صفر هذا المعادله صح تتحقق لكن الكونديشن اول ما تحقق. اذا هاي الداله هي مو داله تحليليه. نون analytic مالها مشتقه هاي الداله. كوشي ريمان ينطينا معلومات، هل هذا الكومبلكس نمبر، هل هذا الكومبلكس فانكشن قابل للمشتقه او غير قابل للمشتقه؟ لازم هذين الكونديشنين دائما يتحققون، واذا وبخلافه لا. فلاحظوا هنا هذا اللي كتبت لكم اياه، الدي يو على دي اكس يساوي يعني المفروض يساوي دي في على دي واي، ما تحققوا. اذا ها هي ايضا الكونديشن الثاني ايضا ما تحققوا، على الرغم انه الكونديشن الثاني قابل للتحقيق اذا كان عندي الواي صفر، اذا واي صفر صفر في ناقص صفر، صفر يساوي صفر، لكن الكونديشن الثاني ما يتحقق عندما صفر. ليش؟ لانه اثنين اذا تعتبر الواي صفر راح يطلع هذا الطرف صفر هنا اثنين، فالاثنين ما يساوي صفر. اذا بما معناه هنس وعليه ال W يساوي لك F لزد يساوي 2 X زائد X Y تربيع I is not analytic anywhere، باي مكان هي داله غير تحليليه. اخر سؤال بالكومبلكس نمبر، اذا نجي ناخذ نعقد المساله، ناخذ الاف يساوي لك 1 على زد، 1 على زد هو كانه شو يساوي لك؟ 1 على اكس زائد اي واي. حتى نبسط نضرب في مرافق المقام نقسم على مرافق المقام. طلاب انتم وياي؟ طلاب وياي؟ طلاب؟ اي نعم اي دكتور وياك. اي مو اني هم تعبت وانتم هم تعبتوا، عبالي انا يعني دا اهدي وي نفسي. المهم ان شاء الله ماكو هذا. فلاحظوا الاف للزت شو يساوي؟ 1 على زت ويساوي 1 على اكس زائد اي واي.
طبعا لازم اضرب في مرافق المقام واقسم على مرافق المقام، فراح يصير عندي اكس ناقصا اي واي على المقام، راح يكون اكس تربيع زائد واي تربيع. للتعب نفسك تضرب الاكس زائد اي واي مضروب في اكس ناقص اي واي، راح النتيجه محسومه. هذا لازم الان اجي اشتقل اف للزد، اشتق بالنسبه مره بالنسبه للاكس، مره اشتق بالنسبه للواي، اشوف قبل ما اشتق لازم اشوف الجزء الحقيقي والخيالي. الحقيقي ايش راح يكون طلاب؟ بما انه الاف للزد القانون مات الدوال العقديه يو زائد اي في، لازم اشوف هذا المعادله مالتي شنو الجزء الحقيقي مالته شنو الخيالي. الحقيقي مالته راح يكون اكس على اكس تربيع زائد واي تربيع، هو هذا اليو. اما الخيالي الفي ايش راح يساوي؟ ناقصا واي على اكس تربيع زائد واي تربيع. اجي اليو اشتق مره بالنسبه للاكس، مره اشتق بالنسبه للواي، الفي ايضا مره اشتق بالنسبه للاكس ومره اشتق بالنسبه للواي، واشوف الكونديشن مال الكونديشنين مال كوشي ريمان دا يتحققون لو لا اتحققوا. اهلا وسهلا، الداله اناليتيك، هاي الاف للزد اناليتيك لها مشتقه، ما تحقق الكونديشن الداله نون اناليتيك ليس لها مشتقه نهائيا. واحد يتعب نفسه. لاحظوا انا ايش اقصد هنا، لما اقول واحد الاف يساوينا واحد على زد ويساوينا واحد على اكس زائد اي واي، لان الزد يساوينا واحد x زائد 1 بديت اخربط بديت اتلعثم، فواحد على زد يساوينا واحد على x زائد اي واي، اضرب في مرافق المقام اقسم على مرافق المقام احصل على هاي المعادله. ارتب المعادله بعد اكثر، فايش راح يكون عندي؟ x يتقسم على هذا المقدار ناقصا ناقصا الاي واي يتقسم على هذا المقام ايضا نفس المقدار، فينطيني الناتج الشكل الاتي، المعادله اللي هي 106. لاحظوا x على x تربيع زائد y تربيع ناقصا اي واي على x تربيع زائد y تربيع. لما اقارنه ويا الفورمات الكومبلكس فانكشنز اللي هو اليو زائد اي في، استنتج انه اليو هو هذا المقدار كله، واستنتج انه الاي ويا هذا الاي راح يحذف بالمقارنه، فراح يصير عندي الفي هو هذا المقدار بس ويا الاشاره الماينس. دير بالكم الفي راح يكون ناقصا y على x تربيع زائد y تربيع. الان طلاب راح تكون عمليه حثيثه، الطالب شو يسوي؟ بما انه اوجد اليو شو يساوي واوجد الفي شو يساوي؟ تشتق اليو مره بالنسبه للاكس ومره تشتق بالنسبه للواي، الفي تشتق مره بالنسبه للاكس مره تشتق بالنسبه للواي، وتقارن المعادلتين، تقارن تطبق الكونديشن مال ريمان. لاحظوا يعني انا افضل الان اسوي شرح عباره عن، تريدون طلاب اشرح بالكاميرا؟ تريدون اشرح بالكاميرا بكيفكم؟ لو هذا الشرح عادي يعني ما بي اي مشكله. عموما بما انه اليو يساوينا اكس على اكس تربيع زائد واي تربيع، فراح يصير عندي دي على دي يو البارشال يو على بارشال اكس. تعرفون هذا البارشال طلاب لانه اليو دي يعتمد على اكس وواي، لاحظوا اليو دي يعتمد على اكس وواي، وبالتالي هنا ما راح اخلي مشتقه دي، راح اخلي بارشال لانه صار اليو كداله لفاريبلين. فايش راح يصير عندي طلاب؟ دي يو على دي اكس يساوينا دي على دي اكس، ارفع هذا هذا وكان يساوينا اكس مضروب في اكس تربيع زائد واي تربيع الكل مرفوع للاس ناقص واحد، هذا ايضا عباره عن ناقصا واي مضروب في اكس تربيع زائد واي تربيع الكل ماينس واحد. اجي لما اشتق بالنسبه للاكس، القلم بدا يخربط، خلينا نسوي اسكيب، نسوي اسكيب ونرجع للمعادله الفوق، ننقر هنا ايش راح يكون عندي؟ هذا بعد ما نحتاجه. اذا ننزل الاسفل للحل مالتنا، السؤال اللي كنا عندنا نسترسل به، قلنا بما انه الاكس هذا الاكس هنا قلنا شو يساوي لنا؟ ناقصا اكس مضروب في اكس تربيع زائد واي تربيع باور تو ماينس نص، هذا راح يكون ماينس واي الاكس تربيع زائد واي تربيع ماينس نص ماينس واحد العفو. ارفع المقام لي للبسط، إشارة سامعين الذين خاب سعهم في الحياة الدنيا، يعني هذا يطبق هنا، هذا الكل كله كتبته كله راح. المهم ايش راح يصير عندي؟ الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الثاني هذا عبارة عن قوس مرفوع لناقص واحد، فناقص واحد ينزل والأس ينطرح منه واحد في مشتقة داخل القوس ينطيني هذا، زائد الثاني في مشتقة الأول مشتقة الإكس هو واحد ينطيني هاي المعادلة. هذا لما اشتقيت بالنسبه لمن؟ بالنسبه للاكس. طبعا بارشل بالنسبه للاكس، ارتب ايضا المعادله ناقصا 2x في x ينطيني ناقصا 2x تربيع على x تربيع، هذا طبعا اس ناقص 2 ينزل بالمقام يصير تربيع، هذا الحد انزله بالمقام بعد يعني اعتبره 1 على x ينطيني هاي المعادله، كملنا هذا. نجي الان نشتقه بالنسبه للواي، طبعا
طبعا وحدوا المقامات ايضا. المقامات بما انها المقامات هي موحده من قاع، يعني اختار العفو x تربيع زائد y تربيع، الكل تربيع هو عامل مشترك اللي هو هذا. هذا تقسيم الاس القوس تربيع ينطي واحد، في ناقص 2 x ينطي ناقص 2 x تربيع. ايضا هذا القوس المرفوع التربيع اقسمه على هذا ينطيني قوس واحد، اضربه في واحد ينطيني هذا المقدار. هذا راح يختصر ويا هذا، يبقى لي ناقص x تربيع زائد y تربيع، طلع لي ال du على dx يساوي لنا كذا. الان طلاب ايش راح اسوي؟ اطلع ال du على dy، ايضا نفس العمليه، الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول. المشتقه الاول راح يكون صفر، ليش؟ عند اشتق بالنسبه لل y، x ما يعتمد على y، يعني الثاني في مشتقة الأول بالنسبة للواي راح يصفر الحد الثاني، يبقى لي حد الأول، الأول في مشتقة الثاني ينطيني هذا. أوحد المقامات ينطيني ناقصا x، ما واحد المقامات أبسطه ينطيني ناقصا 2x الواي مقسوم على هذا. الآن طلاب أوجدت المقدار اللي هو d partial partial u على partial الواي، وأوجدت ال partial u على partial x، أوجدت المقدارين. الآن يبقى لي الفي، الفي نفس العملية. ال v ايش راح يكون عندي طلاب؟ لاحظوا وياي، ال dv على dx راح يكون عندي بهذا الصيغه، بما انه ال v هو ناقصا y على x تربيع زائد y تربيع، ايضا راح ارفع المقام للبسط وراح تتغير اشاره الاس، راح يكون عندي بهذا الترتيب. الاول في مشتقه الثاني، اول في مشتقه الثاني عندي امكانيه اشتق، بس الثاني في مشتقه الاول، الاول لما اشتق بالنسبه ل x صفر، فبالتالي يبقى لي فقط هذا الحد. هذا لما اجي اشتق بالنسبه ل x الاس راح ينزل، راح يصير ناقص واحد في ناقص y ينطيني y، الأس أطرح منه واحد يصير ناقص اثنين، في مشتقة داخل القوس بالنسبة لل x ينطيني 2x، 2x مضروب في y ينطيني 2xy مقسوم على ال x تربيع زائد y تربيع، الكل مرفوع ناقص نص. الآن أوجدنا dv على dx. آخر عملية عندنا، آخر شيء عندنا اللي هو المشتقة مالت ال dv على dy. ال dv على dy طلاب لاحظوا وياي، dv على dy ايضا راح يكون ناقصا y على x تربيع زائد y تربيع، المقام ارفع لي فوق، هو الاس مالته واحد، ارفع لي فوق يصير الاس مالته ناقص واحد. ايضا راح اشتق الاول في مشتقه الثاني، بعدين زائد الثاني في مشتقه الاول، فراح يكون عندي الناتج بالصيغه الاتيه. طبعا هو هذا اخر الصفحه، ونكون قد كملنا وبرونا الذمه ان شاء الله. الدي في على دي واي ايش راح يكون عندي؟ قلنا الاول في مشتقه الثاني، طبعا مشتقة الثاني طبعا هذا الناقص انا بقيته خارج القوس، اول في مشتقة الثاني راح يكون عندي ماينس الاس راح ينزل ويا الواي يصير ماينس واي، الاس طرحت منه واحد، من ناقص واحد صار ناقص اثنين، مضروب في مشتقة داخل القوس اللي هو اثنين واي، طلع لي هذا المقدار. زائد ان الثاني في الاول، الثاني هو هذا ينزل كما هو، مشتقة الاول مشتقة الواي هو واحد، فبالتالي انا واحد. ابسط المعادلة بعد اكثر، ايش راح يصير عندي؟ الناقص في ناقص موجب y في 2 y يصير 2، يعني راح يكون عندي 2 y تربيع، 2 y تربيع على هذا القوس مرفوع ناقص 2، انزله للمقام يصير زائد 2 الاس مالته، هذا الحد زائدا العفو هذا الحد ناقصا الواحد على x تربيع زائد y تربيع. الان ايش راح اسوي؟ ابسط المقامات نفس العمليه السابقه، فايش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي اختار هذا عامل المضاعف المشترك الأصغر، فراح يكون عندي x تربيع زائد y تربيع، الكل تربيع، تقسيم هذا المقدار ينطيني واحد، في 2 y تربيع ينطيني هذا. هذا المقدار أيضا أقسمه على هذا ينطيني x تربيع زائد y تربيع، لكن يبقى لي أس واحد b فينطيني هذا. أطرح هذا المقدار راح يروح ويا هذا المقدار، يبقى لي y تربيع ناقص y تربيع على هذا الأس. لاحظوا طلاب الآن المعادلة هاي. الآن أوجدنا الـ dv على dy. لما أجي أطبق الكوشي ريمان كونديشن، الكوشي ريمان أعرف أنه الـ du على dx شي يساوي لي dv على dy. الـ du على dx هو وين المعادلة مالته؟ هو هذا du على dx، هذا خلينا نسوي escape للقلم، هذا كله راح أنقله copy du على dx، أجي أنزله هنا أنا. الديو على دي اكس، خلي هاي المعادلة اسويها جزئين، خلي اسويها جزئين. لاحظوا الديو على دي اكس طلع لي هذا المقدار مالته ويساوي،
هذا دي يو على دي اكس، لازم شي يساوي للطلاب دي في على دي واي، اروح ادور على دي في على دي واي اللي هو هذا اخر خطوه اخر اشتقاق سويناه. نجي نشوف هل هم مساويين لو لا، يساوينا دي في على دي واي. الطلاب هم مساويين لو لا، شو تشوفون؟ الواي اشارته موجبه، الواي اشارته موجبه، لاحظوا الواي تربيع، العفو اشارته موجبه، هنا ايضا واي تربيع، هنا ناقصا اكس تربيع، هنا ايضا ناقص اكس تربيع، المقام هو نفسه. اذا اول كونديشن تحقق اللي هو دي يو على دي اكس سوالي دي في على دي واي. اجي على الكونديشن الثاني، الكونديشن الثاني اللي هو بالشكل الاتي، اللي هو دي يو اللي هو دي في على دي اكس يساوي لك ناقص دي يو على دي واي. دي في على دي اكس ايش قد المقدار مالته؟ دي في على دي اكس، دي في على دي اكس تبسط بهذا المقدار. كوبي كوبي، اجي على دي في على دي اكس، هنا ايضا راح انقر على انتر اخلص من هاي المعادله. فدي في على دي اكس طلع لي هذا المقدار ويساوينا، طبعا بما انه الاشاره هنا ماينس فراح اخلي هنا ايضا ماينس ماينس، واخلي هنا قوس، خلي هنا قوس. طبعا انا بديت اترنح 100%، بدينا من عندي التعب، المعادله شويه بها بطء المحرر مع المعادلات إلى أن ينفتح عندي. المهم دي في على دي اكس طلع لي هذا المقدار. خلينا نخلص من هذا المعادلة مالتي. لازم ننقر هنا حتى ينفتح المحرر. فهنا ننقر هنا نكتب نروح على أقواس الأقواس. عموما ماكو داعي، ماكو داعي هنا الطلاب. يعني انا شنو قصدي؟ هاي المعادله ايضا اكتبها بالصيغه الاتيه، اقدر اكتبها ايضا بالصيغه الاتيه اللي هي كنترول في. انا افضل تحفظون هاي العلاقه، ناقص حولوا للطرف الاخر، ناقص حولوا للطرف الثاني. هنا انا بس كتبوا دي في على دي اكس، دي في على دي اكس شو يساوي لنا؟ ناقصا، ترى هي نفس المعادله بالمناسبه، ماكو اي فرق بيناتهم. لاحظوا الدي في على دي اكس يساوي لك ناقصا دي يو على دي واي، هذا الكونديشن الثاني. طبعا هسه الان طلع لي دي في على دي اكس وهذا المقدار مالته، لازم شي يساوي لي ماينس، ماينس منو؟ الدي دي يو على دي واي، بارشال يو على بارشال واي، بارشال يو على بارشال واي، بارشال يو على بارشال واي اللي هو هذا، بارشال يو على بارشال واي. كوبي واجي ايضا اخليه هنا، كنترول في. لاحظوا طلاب هنا إن عندي ماينس، هنا اكو ماينس هنا موجود، هو اصلا الدي يو على دي واي هو اصلا بي مشتقه، ابي سالب اصلا، فهذا السالب في هذا السالب اشوف انه 2 اكس واي يساوي لي 2 اكس واي، والمقام هو نفس المقام. اذا هل كونديشن ايمان اتحقق لو لا؟ اتحقق، تحقق ال تحقق الكونديشن مالت الكوشي ريمان. اذا هاي الداله الواحد على زد هو داله اناليتيك. طلع انا عبالي هذا اخر سؤال، المهم بقى اخر سؤال اخر اللي هو بالشكل الاتي. لاحظوا وياي طلاب السؤال الاخر هو اسهل، اتصور من عند اسهل من البقيه. هنا أنا واحد على زد حتى اشوف هذا آخر سؤال بعد ما عدنا شيء بالملزمة. الشكل الآتي، لا العفو طلاب، هذا السؤال هو ده يطلب من عندي أنه أشوف هل هي دالة أناليتيك أو لا، بالإضافة إلى أنه أوجد المشتقة، فهو هذا الهدف من السؤال. لاحظوا نعتذر هاي الشخابيط الموجودة، لاحظوا هنا خلينا نمسح نمسح. لاحظوا هنا يقول اثبت انه الكوشي ريمان. طلاب دار يدير بالكم ترى هذا المختصر مال كوشي ريمان، سي ار اذا جاكم هيك رمز معناته هذا كوشي ريمان. فالمطلوب السؤال اثبت انه الكوشي ريمان ده يتحقق واوجد المشتقه. هسه احنا هذا الواحد على زد اوجدنا الـ اوجدنا الكونديشن ريمان شفناه يتحقق، اما المشتقه، المشتقه فتذكرون كتبنا لكم علاقتين بالامتحان، بكيفكم تكتبون يا علاقه، تكتبون علاقه مالت المشتقه يساوي لك دي يو
على دي اكس زائد اي دي في على دي هذا، او تكتبون علاقه ناقصا اي البارشل اليو على دي واي زائدا البارشل الفي على دي واي، كيفكم اي علاقه تختاروها نفس الناتج راح ينطي. المهم الدي على دي اكس اوجدناه هو هذا زائدا اي دي في على دي اكس، وهذا المقدار ما تنتهي السؤال. اذا نجي نطبق الكونديشن الثاني اللي هو ما ناقصا اي اللي هو هذا، اللي هو هذا العلاقه الكونديشن هم يطلع نفس الناتج. جت الكهرباء، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لاحظوا ايضا نفس العلاقه ناقصا اي دي على دي واي زائدا دي في على دي واي اللي هو ينطينا المشتق راح ينطي نفس الناتج. لما تجي تعوض على الدي على دي واي ينطيك هذا المقدار، طبعا ناقصا اي تكتبه كما هو، الدي على دي واي هو هذا المقدار مالته، الدي في على دي واي هو هذا المقدار له، فيطلع نفس الناتج. هذا الناتج مال واي تربيع ناقص اكس تربيع على قوس مربع هو نفسه هذا. لاحظوا y تربيع ناقص x تربيع، هنا ايضا y تربيع ناقص x تربيع زائدا i، هنا ايضا زائدا i، هنا 2xy على قوس تربيع، هنا 2xy 2xy على y تربيع. وبالتالي كملنا الملزمه الطلاب.